تستعجل. يا الف لا هي تستعجل، جيني اختك ولا تقص اختك تزبط هي قلبي بشنقلع الى ان خشمك. يا تشينا جحاش، هاي يا تشينا جحاش تربايه مساجد، اطلع لنا يا مشرف تربايه المساجد بعد، نريد المزيد. يو هاف مور، يو هاف مور، اه عندك المزيد، طلع طلع يا مشرف، طلع مشرف طلع المزيد. يو هاف مور مور مور، اه بدي مزيد يا مشرف، طلع تربية مساجد بس لنظهر العالم اخلاقهم. يلا طلع لنا تربية مساجد يا مشرف، حصرا تربية مساجد لو سمحت، حصرا تربية مساجد طلعهم. تفضل. بدي اطلع على امك كني. صدق الله العظيم، انت تربية الاقصى مو؟ انت تربية الاقصى؟ لا تربية امك، عشان انت تربية القبة الصفراء بدك تصلي بالاقصى؟ هاي تربية الاقصى يا جماعة، ورجينا تربية الاموي، تربية كربلاء، النجف، اعطونا تربية المساجد الاخرى عشان ما في الزيتونة في تونس. اه ريت تربية الزيتونة بتونس، لسه اوسخ شيء هاي، اوسخ شيء الزيتونة بتونس، اوسخ شيء الزيتونة بتونس، اعطونا يعني اعطونا تربية مساجد، اريد المساجد كلها اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال اخوي؟ هلا فارس، هلا سلام. انت مشكلتك ما بعرف مع المسلمين ولا الفلسطينيين، يعني انت ليش والله. تجمع، ليش تجمع يعني؟ ما حدا سب الا تبع القضيه وعباد الرحمن وحبيب الرسول، هذول يسبون تربيه مساجد كلهم. انا بدي احكي معك بكل شرف واخلاق، انت لما تقول له قضيه وما قضيه وتطلع معك ناس يهود اغتصبوا بلاده، شو بتستنى منه؟ اكيد راح اليهود ينكمك يا اليهود، يعني لازم ينكمك يا ابن القحبه. خليني احكي معك باخلاق، خليني احكي معك باخلاق. ينكمك يعني شو بتستنى منه يسوي لك يا ابن القحبه؟ اليهود يا فارس، اليهود اشرف من امك، شو بتستنى منه يا ابن الشرموطه؟ اشرف من امك، صرمايه اليهود اشرف من امك، صرمايه اليهود اشرف من اي فلسطيني للامانه، وخصوصا لما يكون حمساوي وكلب. اي فاليهود رائعين، صرمايه اليهودي تشرف الجميع بالنسبة لي أنا. ليش؟ لأنه اليهودي لا يشتم لا يسب، عنده أخلاق على القليلة يا أخي، مو يقول لك إنما الأخلاق، إنما الأمم الأخلاق، إن ذهبت هم أخلاقهم ذهبوا. آه طبعا الأمم الأخلاق، فالأمة اليهودية عندها أخلاق، أنت ما عندك أخلاق. الأمم الأخلاق، الأمة اليهودية الآن أفضل من الأمة الفلسطينية ولا العربية أفضل منكم كأخلاق أقصد طبعا للأمانة. طبعا أنتم إنسان وأنا أحترم الإنسان، بس أخلاقكم للأمانة زبالة. طلعنا تربية مساجد يا تربية الأموي، تربية الأقصى، طلعنا تربية مساجد يا مشرف. السلام عليكم. هلا بيك، عليكم السلام. مش حالك طيب؟ علاش طلعتي لي خليجي مؤدب؟ الخليجي حشيم، علاش طلعتي لي خليجي مؤدب؟ دقيقة، هم لا يسبونك طيب؟ هم يسبون لأني أتكلم الحقيقة بس. وش الحقيقة طيب؟ انزين. آه الحقيقة، شوف للأمانة أنت ممكن أيضا تكون إخوانجي يعني، ما احتمال يعني. الحقيقة أنه اليهودي مؤدب، اليهودي دين آخر لازم نحترمه. لا لا ما نحترمه. ليه ما نحترمه طيب؟ طلعت أخو شرموطة، طلعت أخو شرموطة إذا فكرك آدمي، طلعت أخو شرموطة، طلعت أخو شرموطة. أنت أخو قحبة، كل أمك أخو القحبة. أنا ظنيت فيك يا أخي الشرموطة، يا أخي الشرموطة، قلت الخليجي مؤدب طلع أخو قحبة. لعن ربك حبيبي، شكرا شكرا لمشاركتك يا عمري، طلع لي غيره. نحن إله ما أعظم. تفضل عبد الله. مساء الخير. مساء الخير، لا تعيدها مساء الخير مشان ما ينزلك المشرف، تفضل. طيب والله انا اولا يا اخ سفوق، انا بس سمعت عن اسمك امبارح يعني، يمكن طلع على التيك توك. صرت تضرب؟ لا 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 لا، انا ما صرت احب تضرب لما سمعت اسمي؟ صرت لا ما احب هاي المصطلحات، اسمح لي.